النهاردة أكلتنا عشق المصريين يا جماعة، وهي العيش باللحمة أو الحواوشي. بس ده مش حواوشي اسكندراني، ده حواوشي بعيش. وتعالوا نشوف التحدي على 12 رغيف أنا ولولي. مش رغيف، عملاقين. عملاقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وعد الحر دين عليه. فاحنا عملنا النهاردة ايه؟ الحواوشي. كل واحد معاه ستة عيش حواوشي كبير زي ما انتم شايفين كده. الرغيف قد ايه؟ عمايل ايد شوشو. ده عمايل البيت يا جماعة، ده مش عجينة، ده معمول بالعيش الاسمر. تمام. ومعنا بقى سلطة، ومعنا طحينة ومخلل وشيبسي. ده اختياري، بس التحدي على الستة دول. ستة وستة 12. اوكي. انت ايه ده، انت بتعرف تجمع؟ بس قبل ما نبدا التحدي تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه. ايوه يا جماعه، بالله عليكم يا جماعه، عشان انا منهاره. ان شاء الله ما فيش. نعمله على وقت ولا نديها؟ اللي انت عايزاه. يلا نديها. بسم الله. انا عامله طري، انا بحبه مقرمش، بس عملته طري عشان التحدي يا جماعه. انا بحبه مقرمش قوي. اتفضلوا معانا يا جماعه، احلى علف في الدنيا. شو 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 شو، انا بعشقه طبعا. انتوا قاعدين عارفين انا بشجع اشوف، بس ممكن في مره بابا يكسبها وفضل يكسبها. والله يا جماعه حرام حد يشتري حواوشي من بره. مش هتشرب قوي. طول ما معاك شوشو ما تقلقش. كسبان كسبان. شوية السلطة دول مع الحواوشي عاملين زي ايه؟ زي المزة. بس الحواوشي حمي مني، معرفش انه حمي قوي كده، بس جميل. دي حلاوة طحينة. لا تسلم ايدك يا شوشو. بنقصقص. جميل قوي قوي. بابا كيف؟ محمد كان هيظهر معانا النهارده، بس اتغدى قبلنا. ليه بقى؟ احنا اتأخرنا قوي في الأكل، كان في ظروف كده عندنا، احنا يمكن معرفش انزل الفيديو في نفس اليوم. احنا مصورينك متأخر بقى. لا بتهيألي مش هيلحق. هلا قد تعبنا بقى، قدرونا بقى. احنا بقى لنا الساعة 5، اقسم بالله خلاص دخل على 5. تقدير بقى. محمد بيطلب منكم يا جماعة. معرفش الحواوشي ده اتعمل ازاي، انا قلت اصلا مش هلحق اعمله ولا هصور. اه والله الامور كده بقى تيجي في وقت بتتلخبط. انا بتكلم وانت بتاكل على مهلك. انت عارف ان انا بعشق الحواوشي. جميل. هو حاجة وصاية يا جماعة بصراحة، حاجة كده معمولة ايه في البيت، محدش ايه يقول العدو عليه. قولوا لحبايبكم بقى. من غير نسيت اسمه ايه عند فستوم عريس.
اسمه عنده فطوم عريس. اسمه ايه ماما؟ نسي والله. نسيت. احنا جايبين مخلل والله ما محتاج مخلل. يا عندي بس بقى تعطلني. لا كمان صراحة 10/10. فاكر لما رحت للجزار واجيب حواوشي هو بيباع الرغيف ب10، قلت له طب انا عايز اقطع لحمه واعملها. قال لي الرغيف 40 جنيه. والله يا جماعه هقول لكم ده يا جماعه، كان محمد اياميها ممنوع من البصل وممنوع من توابل معينه، فهو قال انا قال له انا عايز اعمله من غير بصل بتوابل بس خفيفه. فاكر انت كان محمد تعبان. بانجليزي انت دوختنا. السلام عليكم. محمد ايه كنت بعمله له في البيت؟ عارفه بعمله ازاي؟ قعد يعيط انا نفسي اكل حواوشي جاهز. فاكر اليوم ده؟ قلت له علي طب هات له جاهز واعمل كذا وكذا، اقطع اللحمه وانت واقف وحط له التوابل عشان ايه يبقى مبسوط. على فكره يا بابا انت مش بتاكل عيش. قهوه لولا غشاش. سايب العيش وعمال وفي الاخر يقول لي انت غشيتيني. غشيت والله. سايب الحواوشي عمال ياكل مخلل وشيبس. ابوك سابقني. ربنا يسامحك يا نوى مش قادرة. الأرنب عامل ايه يا وفاء؟ كلت الكيوت يا نوسة يا سنسن. جرح موت من الضحك موت. وفاء لو عندها أرنبين ثلاثة زمانها خلصت منهم. خلصت منهم خلاص. دخلت تحت طائلة الإرهاب. يا لولي جامد يا شوشة جامد يا جماعة والله جامد. مش هتشرب بصوا اللي وقعوكوا كلكم. بصوا يا جماعة والله العظيم الحواوشي تحفة تحفة بجد. بجيب اللحمة حمرا ما بحطش فيها دهون خالص،
ومش حاطه فيه لا زيت ولا اي حاجه ولا دهنه زيت، انا مسوياه في الفرن من غير اي حاجه. شايفين عامل ازاي خفيف وطعمه والله العظيم في منتهى الجمال. مش كله ناكله دهون في دهون يعني عشان التحديات وكده، بس فظيع. ينفع بقى في الرجيم ده عيش اسمر وحته اللحمه وتحط عليها البصل والبهارات والفلفل بتاعها وحاجتها وتفردوه في الرغيف وتدخلوا الفرن وتتغدوا وتشبعوا، وخفيف وما يتخنش وطعمه حلو. ومدام ذكرنا الجيم، اتفضل يا استاذ ماجد. حاسه ان هي بتطلع شراب. انا بقول لك ولع نار ماما ما صدقتش. حاسه بتوعي تاني. قلت لها نار يا عم مختار، قالت لي ده جبار. بتلقى انت هياكل. بقول لها يا جماعه بس، بقول لها ايه؟ ده لسه شغال. عايزه اطلع صوته في الكاميرا. امال مش عايزه تطلع قدام الكاميرا ليه؟ شايفين يا اختي؟ شغال؟ انسحبي ما تجيش على نفسك. طعمه جميل قوي علي. انسحبي ما تجيش على نفسك. ماشي؟ انت هتنسحب؟ لا هنسحب ليه؟ ليه ايه؟ هحوش 10 على 10 و100 100. ما حد يسيب الاكل الحلو وينسحب يا جماعه. ما هو مريح نفسه. وبالذات من ايد شوشو. بيضحك على عقلي يا جماعة، ما تعرفوش ليه؟ طلبك ايه؟ قول. انسحاب. بدل دي خلصت؟ ولقيتوني شربتها كده يبقى انا قررت ان انسحب. ماشي؟ انسحاب انسحاب؟ اه والله على طول؟ اه. ابو محمد بيحبه جدا، انا عارفه انه هيكمل الرغيف اللي في ايده كمان. تمام. ابو محمد في الحواشي ما شاء الله. خمسه عليك يا ابو محمد. انا بعشقه والله العظيم، بس ده اخري فعلا. يعني اسميه حسد ولا ايه ده؟ ده انا بقول لك خمسه عليك يا ابو محمد. واكل الرجاله غير الستات انتوا عارفين. انا اكلت رغيفين وحته. انا اكلت ثلاثه ونص. اه قول لي بقى، قول لي هتعمل فيها ايه؟ بصوا يا جماعه. بصوا يا جماعه يبقى نوع السمع. لا لا بصوا، انت ازازه حاجه الساعه كده؟ متعاقب الاول. العقاب الاول يا علي. لا انا مش عايزه خلاص انا شبعت. لا استني بس ثواني. ماشي ماشي ماشي. شبعت والله. اشربها مره واحده ده عقابك. يلا. ما اقدرش حرام عليك. يلا. يلا. الكوبايه دي كبيره قوي والله العظيم. يلا. يلا. بصوا قد ايه؟ الكوبايه دي بتاخد كوبايه ونص او كوبايتين. طب انا بديك حاجه حلوه تاكليها تشربيها. يلا. تقدر تشربها مره واحده؟ اشربي.
لا خد الحبة صغيرين لا شيء يا معرفة. يلا عشان هبولة بصوا يا جماعة بالله عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. بالله عليكم شيروا يا جماعة على قد ما تقدروا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.